مش عارفين نمشي يا جدعان من فضلكم. أنا تلقيت رسائل من كل نقابات الوطن العربي، كان وتبكي والحزن شديد والجرح شديد، لأن سمير غانم قيمة كبيرة جدا جدا جدا، ربنا يرحمه وصبرنا جميعا وصبر كده. شغل أعماله بترتبط بزهور كل المصريين كل الفئات العمرية. طبعا مين فينا ما اترباش على سمير غانم؟ مين فينا ما اتفرجش على سمير غانم في كل حاجة؟ كان ليه مدرسة، ليه مدرسة في الضحك. مين فينا يعني هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ الوفاة يا فندم كانت بسبب ايه؟ الوفاة حاجة خاصة بالكلى مش كورونا. مش كورونا. أستاذة دليل عايزين نطمن على صحتها. الحمد لله أفضل كويس. الحمد لله. ما تعرفش أي معلومات عنها. ما أعرفش هذا أمر أسري شخصي أنا مش عارف عنه. هل كان في أي وسائل لفنان سمير غانم قبل الوفاة؟ يعني مش عارف يعني برضه أمر أسري.